لأنها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة مات أنتر، دونك القناة اللي كتخص مادة الرياضيات بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي. دونك هذا الفيديو هذا غادي نوجهه للتلاميذ ديال الثالثة إعدادي، وخصوصا الأقسام ديال الثالثة جوج بالثانوية الإعدادية بدر الثالثة دولي، لأن كذلك ممكن يستفدوا من نفس هذا الفيديو هذا، رغم أنني غادي نحاول أنني نهضر باللغة العربية. دونك غادي نشوفوا لنا الدوال الخطيه والدوال التالفيه. دونك غادي نحاولوا اولا نهضروا بصفه عامه على يعني الداله، ثم غادي نطرقوا بشكل خاص للداله الخطيه والداله التالفيه. غادي نشوفوا بعض الخاصيات اللي كتميز بها الداله الخطيه، بعض الخاصيات اللي كتميز بها الداله التالفيه، شوفوا كذلك العلاقه بين الداله الخطيه والداله التالفيه. دونك كيف ما سبق لي شرط واحد الفيديو السابق اللي دائما كيتعلق بمفهوم الداله، دونك قلنا الداله هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن واحد علاقه تربط بين مجموعتين. دونك كاين المجموعه الاولى، هنا غادي نسميوها المجموعه الاولى، هنا واحد لونسومبل، هنا واحد المجموعه الثانيه غادي نسميوها لونسومبل اف. دونك هذه العلاقه هذه تربط بين المجموعه، دونك غادي نسميوها اف. العلاقه هذه من الفرنسيه الداله كتسمى اون فونكسيون، كتبدا بحرف اف. دونك العلاقة تربط بين المجموعتين، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. دونك المجموعة الأولى تسمى مجموعة الانطلاق، هي اللي كنطلقوا منها. المجموعة الثانية اف كتسمى المجموعة ديال الوصول. دونك الفرنسي كتسمى دي لا سورس وبيا لونسومبل دو ديبار، وهذه كتسمى لونسومبل داريفي، ولا كتسمى كذلك لو بوت. دونك نفترضوا مثلا غادي ناخذوا العلاقة كما سبق لي شرط في الفيديو السابق، العلاقة مثلا اللي غتعطينا تعطينا مثلا العلاقة ما بين طول الضلع، كنا غادي نسميوها طول. شنو غادي نديرو هنا؟ غادي نديرو أطوال الضلع ديال واحد المربع، وهنا غادي نديرو في هاد المجموعة هادي نديرو المحيط ديالو، نديرو هنا المحيط. دونك هنا نعاود، غادي ناخدو العلاقة التي تربط بين ماذا؟ بين أطوال واحد الضلع ديال المربع، نشير المربع، وهنا غادي ناخذ المحيط ديال المربع. دونك نفترض مثلا ان درنا واحد العنصر في المجموعه الاولى مثلا صفر، دونك ميمكنناش ناخذ الاعداد السالبه لان المسافه غادي تكون هنا في هذه الحاله موجب. دونك الا خدينا واحد المربع اللي طول ديال الضلع ديالو صفر، فاش غادي يعطينا المحيط ديالو؟ دونك المحيط كنعرفوا بلي ان العلاقه، انا غادي نرسم واحد الشكل توضيحي، نرسم واحد المربع. دونك الا كانت طبيعة الحال المربع جميع اضلاعه متقايسه، جميع اضلاعه متقايسه، الا سميناه مثلا ا بي سي دي، الا كان هذا مربع. دونك الا كان هذا الطول مثلا كيساوي ا، حتى هذا غادي يكون يساوي ا، حتى هذا غادي يساوي ا، وهذا حتى يساوي ا. دونك المحيط هذا طول الضلع، طول الضلع بالنسبه للمحيط، المحيط ديال المربع، محيط المربع، لا محيط المربع، محيط المربع اللي كنرمزو له بطبيعه الحال كنرمزو له بي، لان بالفرنسي كيتسمى لو بيريمتر. دونك ماذا تساوي بي؟ دونك بي عندها واحد العلاقه، بي كتساوي 4 في ا، يعني الضلع في 4. دونك باش نلقاو المحيط، باش نلقاو المحيط ديال هذا المربع، دونك يعني مجموع الاضلاع ديالو، دونك ا زائد ا زائد ا زائد ا تعطينا بطبيعة الحال 4 ا، يعني 4 في ا. دونك غادي نرجعو هنايا. دونك الا كانت عندنا واحد الضلع، الا كان عندنا واحد الضلع الطول ديالو صفر، فان المحيط ديالو دونك صفر في 4 غادي تعطينا صفر. الا كان عندنا واحد المربع اللي الطول ديال الضلع ديالو واحد، غادي يعطيني 4 في 1 تعطيني 4. الا كان عندنا واحد المربع اللي الطول ديال الضلع ديالو جوج، كتساوي المحيط ديالو غادي يساوي 2 في 4 تساوي 8. إذا كان واحد المربع طول ديال الضلع 3 غادي نحصلوا على 12. إذا كان مثلا 4 غادي نحصلوا على 16 إلى آخره. دونك العلاقة التي تربط بين المجموعة الأولى والعلاقة والمجموعة الثانية، دونك العلاقة التي تربط بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، هي أننا لكي نحصل على عناصر، لاحظوا هنا، لكي نحصل على العناصر المتواجدة في المجموعة الثانية اللي هي المجموعة F، لكي نحصل على هذه الأعداد ماذا سنفعل؟ سنأخذ الأعداد المتواجدة في المجموعة الأولى ونضربها في ماذا؟ في 4. دونك هنا 0 في 4 تعطي 0، 1 في 4 تعطي 4،
2 في 4 تعطي 8، 3 في 4 تعطي 12، 4 في 4 تعطي 16 الى اخره. دونك نقدروا نحولوا هذه العلاقه هذه الكتابه اللي كاينه هنا على شكل مجموعه، قلنا وشكل علاقه تربط بين المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، نقدروا نربطوا بين نمثلوها عفوا على شكل جدول. دونك نقدروا نرسموا واحد الجدول، دونك مثلا غادي ندير جدول بحال هكذا. دونك فوالا، دونك مثلا وي دونك عفوا شنو غادي نديرو في الخانه الاولى؟ الخانه الاولى غادي نكتبو فيها طول وي الخانه الاولى شنو غادي نكتبو فيها؟ غادي نختار واحد اللون اخر، غادي نكتب هنايا طول الضلع، يعني طول الضلع ديال المربع. هنا غادي نكتب محيط المربع، يعني المحيط. دونك قلنا الا كان هنا عندي صفر مثلا، هنا عندي واحد، هنا عندي خمسة، هنا عندي مثلا 15 الى اخره ولا 12. دونك اللي كاين حسوبة المحيط، ان العلاقة اللي عندنا بي تساوي 4 في ا، دونك هنا هذا ا ماذا يمثل؟ يمثل طول الضلع، وهذا ماذا يمثل؟ بي يمثل المحيط. دونك العلاقة التي تربط بين طول ضلع المربع والمحيط ديالو هي اننا لكي نحسب المحيط يكفي، لكي نحسب المحيط يكفي اننا نضرب طول الضلع ديال هذا المربع في 4. دونك لكي نمر من اعداد السطر الاول، هذه هي اعداد السطر الاول، لكي نمر من اعداد السطر الاول الى السطر الثاني، ماذا سنفعل؟ سنضرب الاعداد في 4. دونك هذا العدد 4 ما يسمى معامل التناسب. دونك 0 في 4 تعطينا بطبيعه الحال 4، عفوا 0 في 4 0. دونك ان بو دو كونسونطراسيون وي. دونك عندنا 1 في 4 غادي تعطيني بطبيعه الحال 4، 5 في 4 غادي تعطينا 20، دونك 12 في 4 غادي تعطينا 48. دونك فوالا، دونك اللي كينمر من اعداد السطر الاول الى اعداد السطر الثاني سنضرب في 4، بالعكس لكي نمر من اعداد السطر الثاني الى اعداد السطر الاول ماذا سنفعل؟ دونك لاحظوا هنا عندي صفر اذا قسمته على 4، صفر اذا قسمته على 4 تعطيني صفر، عفوا صفر اذا قسمته على 4 تعطيني صفر، 4 اذا قسمتها على 4 تعطيني 1، 20 اذا قسمتها على 4 تعطيني 5، 48 اذا قسمتها على 4 تعطيني 12. دونك لكي نمر من اعداد السطر الثاني الى اعداد السطر الاول سنقسم على 4. دونك هنا غنديرو ديفيزي قسمة على 4، وعيد لكي نمر من عدد السطر الأول إلى عدد السطر الثاني، دونك لكي نمر من عدد السطر الأول إلى عدد السطر الثاني نضرب في 4، ولكي نمر من عدد السطر الثاني إلى عدد السطر الأول سنقسم على 4. دونك ماذا نقول؟ نقول إن هذا الجدول، اللي أمامنا هو جدول تناسبي، دونك يربط بين اعداد السطر الاول واعداد السطر الثاني. لكي نمر من اعداد السطر الاول الى اعداد السطر الثاني كنضربوا جميع اعداد السطر الاول في نفس العدد، هذا العدد هو 4، العدد 4 يسمى معامل التناسب. ولا لكي نمر من اعداد السطر الثاني الى الاعداد المتواجده في السطر الاول يكفي اننا نضربوا هذه الاعداد يا اما في 1 على 4 ولا نقسموا على 4. دونك اعيد، لكي نمر من اعداد السطر الثاني الى اعداد السطر الاول سنقسم على 4، ولكي نمر من عدد السطر الأول إلى عدد السطر الثاني سنضرب في 4. العدد 4 في هذه الحالة يسمى معامل التناسب. دونك هنا غادي ناخذ دابا مثال آخر، غادي ناخذ إلا كان طول ديال الضلع إكس، غادي نزيد واحد الخانة هنايا، غادي نمسح هذه، نزيدو هنا إكس مثلا. دونك غادي نوليو نتراسيو الجدول بحال هكذا. دونك إذا كان طول الضلع يساوي إكس، هنا إكس، وكماذا سنضع في هذه الخانة؟ شنو غادي نكتبو؟ دونك قلنا بلي أن العلاقة التي تربط بين طول الضلع والمحيط هي أن المحيط يساوي الضلع مضروب في 4. إذا إلا كانت عندي هنا إكس، كيف نحصل على المحيط؟ دونك صفر ضربناه في 4 عطاتني صفر، واحد ضربته في 4 عطاتني 4، خمسة ضربتها في 4 عطاتني 20، 12 ضربتها في 4 عطاتني 48. إذا ماذا سنفعل هنا؟
دونك طبيعة الحال اللي كنحصل على المحيط خاصنا نضربه في 4. دونك الا ضربنا اكس في 4، دونك اكس الا ضربناها في 4 ماذا سنحصل؟ سنحصل على 4 اكس. دونك هنا سنكتب 4 اكس. دونك ماذا نقول؟ نقول ان العلاقة التي تربط بين طول الضلع بالمحيط هي ان المحيط، دونك هنا نقدر نكتبه المحيط اللي هو بي، هذا يساوي الضلع مضروب في 4 يعني 4 اكس. دونك هنا كلما تغيرت قيمة اكس ماذا سيحدث لي بي؟ دونك الا كانت اكس تساوي 0، غادي نلقاو بلي بي يساوي 0. الا كانت اكس تساوي 1 غادي نقولوا بلي ان بي تساوي، دونك 4 في 1 هي 4. الا كانت اكس تساوي 2 غادي نحصلوا على بي تساوي 4 في 2 8. الا كانت اكس تساوي 3 الى اخره غادي نحصلوا على بي تساوي 12. دونك ماذا نلاحظ؟ نلاحظ انه كلما تغيرت قيمه اكس، فان قيمه بي كذلك تتغير، دونك عوض ما غادي نخليو هاد بي مكتوبه على هذا الشكل، ماذا سنفعل؟ سنقول ان بي تتعلق باكس، يعني كلما تغير اكس تتغير قيمه بي. ولهذا هذه الكتابه هذه عوض ما غادي نخليوها بهذه الطريقه، غادي نكتبوها بي دو اكس. علاش بي دو اكس؟ لانها طبيعه الحال تتعلق باكس. كلما تغيرت قيمه اكس فان قيمه بي تتغير، دونك غادي نكتبوا بي بدلاله اكس. بي بدلاله اكس العلاقه اللي حصلنا عليها هي 4 في اكس. دونك لكي نحصل على قيمه بي ماذا سنفعل؟ يكفي اننا كنضرب القيمه ديال اكس في العدد 4. دونك هذه العلاقه قلنا هي علاقه ديال التناسبيه، هذه العلاقه التي تربط بين اعداد السطر الاول واعداد السطر الثاني هي علاقه ديال التناسبيه، معامل التناسب هو 4. قلنا يمكن ان نعبر عنها بهذه الطريقه، دونك بي دو اكس تساوي مي بي لي اكس تساوي 4 في اكس. دونك هذا الكتاب من هذا النوع اللي كتكتب على هذا الشكل اف، اف دو اكس ولا اف لي اكس تساوي شي عدد ا ضرب في اكس، دونك هذه كتسمى داله خطيه، دونك داله خطيه هي اللي كتعبر لي على العلاقه ديال التناسبيه. دونك ملي كتكون عندنا التناسبيه يعني اعداد السطر الاول مثلا في واحد الجدول متناسبه مع اعداد السطر الثاني، نقول ان يا اما هناك علاقه تناسبيه ولا غادي نقولوا بلي هناك داله خطيه. دونك هذا كيتسمى العدد ا، ماذا يسمى؟ يسمى معامل، الدالة الخطية، فوالا. دونك غادي نشوفوا بعض الأمثلة. دونك المثال الأول اللي كنا درناه هو أمثلة، مثلا اف لي اكس تساوي مثلا 2 اكس. دونك هذه الدالة هي عبارة عن دالة خطية، لماذا؟ لأنها تكتب على شكل f لو x تساوي a في x، دونك a بالنسبة لنا هو 2. دونك معامل هذه الدالة، دونك إلا سولونا قال لك ما هو معامل الدالة f، معامل الدالة الخطية f، غادي نجاوبو معامل الدالة الخطية، f هو معامل الدالة الخطية f هو ماذا؟ هو العدد الحقيقي. دونك هنا بالنسبة لنا a قلنا هو العدد 2. هذا مثال. مثلا إلا قال لك احسب، لنحسب مثلا f لي 0، مثلا f لي 5، f لي ناقص 7، f لي 1 على 2، هذه أمثلة فقط. دونك ما معنى أحسب f لي 0؟ دونك هنا عندنا f لي x تساوي 2 x، دونك f لي 0
لكن يعني أننا إذا قمنا بتعويض x بصفر، دونك إلا درنا في بلاصة x صفر ماذا سيحدث؟ غادي تولي لنا f لصفر تساوي 2 في صفر، نعرفوا بلي أن 2 في صفر هي صفر. إلا قال لك احسب مثلا f ل 5، دونك f ل 5 سنقوم بتعويض x ب 5، دونك غتعطينا 2 في 5 بطبيعة الحال هي 10. إلا قال لك احسب f ل ناقص 7، f ناقص 7 غادي نلقاو بلي انها تساوي 2 في ناقص 7 اللي كتساوي طبيعة الحال ناقص 14. اخيرا قال احسب f لي 1 الى 2، f لي 1 الى 2 دونك طبيعة الحال كتساوي 2 في 1 الى 2 اللي هي طبيعة الحال بعد الاختزال او لما نضربوا العدد في المقلوب ديالو كتعطينا 1. دونك ماذا نقول؟ دونك نقول ان العدد 0 صورته بالدالة f تساوي 0، العدد 5 صورته بالدالة f تساوي 10، العدد ناقص 7 صورته بالدالة f تساوي ناقص 14، العدد 1 على 2 صورته بالدالة f تساوي 1، أو لا العدد 0 هو صورة العدد 0 بالدالة الخطية f، العدد 10 هو صورة العدد 5 بالدالة الخطية f، العدد ناقص 14 هو صورة العدد ناقص 7 بالدالة الخطية f، العدد 1 هو صورة العدد 1 على 2 بالدالة الخطية f. ولا كذلك العدد 5 مثلا هو العدد الذي صورته بالدالة الخطية f تساوي 10، العدد 0 هو العدد الذي صورته بالدالة الخطية f تساوي 0، العدد ناقص 7 هو العدد الذي صورته بالدالة f تساوي ناقص 14، العدد 1 على 2 هو العدد الذي صورته بالدالة الخطية f تساوي 1. دونك هنا غادي نهضروا من معنى الصورة. دونك هنا ملي كنعطيو العدد الدالة، دونك مثلا نرجعوا للمثال اللي بدينا به الحصة، دونك هذه كتسمى مجموعة ديال الانطلاق قلنا، وهذه مجموعة الوصول الفرنسية كتسمى لونسومبل سورس أو بيان لونسومبل دو ديبار، لونسومبل داريفي أو بيان لونسومبل دي زيماج. دونك هنا لكل عنصر من المجموعة الأولى صورة في المجموعة الثانية، عدد صفر صورته صفر، عدد واحد صورته 4، عدد 2 صورته 8، عدد 3 صورته 12، عدد 4 صورته 16. دونك ملي كناخذ واحد العدد وكنعطيوه الدالة شنو كتعطيني هي؟ كتعطيني الصورة ديالو. دونك نفس الشيء اللي درناه في هذه الأمثلة هذه مع f، حنا ملي كنعطيو الدالة واحد العدد x هي شنو كدير لهذا العدد؟ كتضربو في جوج فقط، كتعطيني الدوبل ديالو، دونك الدوبل ديال صفر هو صفر، الدوبل ديال 5 هو 4 هو 10، الدوبل ديال ناقص 7 هو ناقص 14، الدوبل ديال 1 على 2 هو 1 الى اخره. نقدروا ناخذ مثال اخر، دونك مثلا جي دو اكس، دونك ماشي ديما كنكتبوا اف، نقدروا نكتبوا جي، نقدروا نكتبوا اش الى اخره، الحرف ما كيهمناش. دونك جي دو اكس مثلا كتساوي ناقص 3 على 4 اكس، دونك دائما الداله الخطيه تكتب على الشكل ا اكس، ا يعني شي عدد مضروب في اكس، وهذا العدد ا كيسمى قلنا معامل الداله ولا هو معامل التناسب. مثلا جي لي صفر، دي جي لي صفر دونك ناقص 3 على 4 في صفر اللي هي طبيعه الحال صفر، ناقص 3 على 4 في صفر هي صفر. مثلا جي لي 2، دوي امثله فقط، جي لي 2 تساوي ناقص 3 على 4 في 2، دونك تعطينا الى اختزلنا هنا عندي 2 وهنا عندي 4، هنا عندنا 2 وهنا عندنا 4، دونك هاد 4 ديجا هي 2 في 2 ونقدر نفككها، نكتب بلاصتها 4 هي 2 في 2، دونك بعد الاختزال تمشي هاد 2 مع هاد 2 تبقى لنا ناقص 3 على 2، ناقص 3 على 2. مثلا جي لي ناقص مثلا 4 على 3 تساوي، دونك ديجا عندنا ناقص 3 على 4، دونك في بلاصه اكس غادي نكتبوا ناقص 4 على 3، دونك تساوي ماذا؟ دونك العدد في المقلوب ديالو، دونك كتلاحظوا بلي ناقص 3 على 4 الا قلبناها غادي نلقاو ناقص 4 على 3، دونك العدد في المقلوب ديالو بطبيعة الحال سنحصل على 1، اولا تختازلو، دونك هنا تمشي 4 مع 4
تمشي 3 مع 3 دونك غتبقى لنا واحد. طبيعة الحال عدد السالف عدد السالف كيعطي عدد موجب. نكملو دونك ناخذ مثال اخر. ما هو العدد، نكتبوا الجزء نكتبوا السؤال، ما هو العدد، غادي نخدموا غير بالداله الجي، نخدموا بهذه الداله هذه. ما هو العدد الحقيقي الذي صورته هي مثلا 5 بالدالة جي؟ دونك هذه الجملة هذه مكتوبة باللغة العربية، ما هو العدد الحقيقي الذي صورته هي 5 بالدالة جي؟ دونك هذه الجملة كتلاحظوا باللي شوية طويلة باللغة العربية، ما هو العدد الحقيقي الذي صورته هي 5 بالدالة جي؟ دونك غادي نحاولوا نترجموه. وكيف سنترجمه؟ شكون هو العدد الذي صورته، يعني غادي نكتبوا على هذا الشكل، شكون هو العدد غادي نديرو هنا، شكون هو العدد اللي نديرو هنا ونعطيوه الدالة جي، شحال تعطينا هي في النتيجة؟ تعطينا 5. ما هو العدد الذي صورته بالدالة جي تساوي 5؟ دونك طبيعة الحال هذا العدد عادة في الرياضيات ملي كنكونوا نقلبوا على شي قيمة غير معروفة كتكون مجهولة كنرمزوا لها بإكس. دونك هنا غادي نكتبوا مثلا إكس، يعني العدد الذي سنبحث عنه غادي ياخذ القيمة في المكان ديال إكس. دونك شنو غادي نديرو هنا؟ كنعرفوا الجي، هذه كنعرفوها جي دو إكس ولا جي لي إكس، هي جي لي إكس هي هذه. دونك ماذا سنكتب في المكان ديال جي لي إكس؟ غادي نكتبو ناقص 3 على 4 إكس، دونك غادي تولي لنا دونك يعني دونك هذيك الكتابة هذا شنو كتعني؟ يعني ناقص 3 على 4 إكس هذه هي جي دو إكس. وعيد هنا عندنا جي دو إكس ولا جي لي إكس يساوي ناقص 3 على 4 إكس. دونك هنا عندنا جي لي إكس تساوي 5، دونك في بلاصة هاد جي لي إكس ماذا سنكتب؟ ناقص 3 على 4 إكس غادي تولي لنا تساوي طبيعة الحال تساوي 5. دونك هذه هي عبارة عن معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. دونك هنا يكفي باش نلقاو القيمة ديال إكس، يكفي أننا نتخلصو من ناقص 3 على 4. دونك كيف سنفعل ذلك؟ دونك هي عندنا ناقص 3 على 4 عفوا ناقص 3 على 4 إكس تساوي 5. دونك قلنا اللي كي نتخلص من المعامل اللي مع إكس هذا كيتسمى معامل إكس. دونك ناقص 3 على 4 هو معامل ديال إكس. دونك يكفي أننا غادي نضربو كلا الطرفين في المقلوب ديال المعامل. دونك غادي نضرب في هنايا وهنا في نفس العدد، شكون هو هذا العدد؟ هو 4 على ناقص 3. دونك سأختزل، دونك هنا بطبيعة الحال كنضرب العدد في المقلوب ديالو، دونك هنا غتعطيني أ تعطيني واحد، 4 تمشي مع 4 و 3 ناقص 3 مع ناقص 3 تبقى لنا 1 في إكس تساوي هنا غادي نحسبو عادي، دونك 5 في 4 هي 20، 20 ناقص 3. يعني القيمة التي سنبحث عنها ولا القيمة ديال العدد اللي كنا كنبحثو عليه هي ناقص 20 إلى 3. وبالتالي نقدر نجاوب دابا هذا السؤال، شكون هو العدد الحقيقي الذي صورته هي 5 بالدالة جي؟ دونك العدد الحقيقي الذي صورته بالدالة جي هي 5 هو العدد اللي لقيناه، هو العدد ناقص 20 على 3. إلا بغينا نتأكدو تأكد هذا فقط من أجل التأكد، كنديروهاش ملي كنكونو نجاوبو السؤال. كيف سنتأكد من ذلك؟ يعني خصنا نرجعو الدالة ونعطيوها العدد 20 إلى ناقص 3، شحال خصها تعطيني هي في النتيجة؟ تعطيني 5، إلا ما عطاتنيش 5 راني غلط. دونك ناقص 20 إلى 3، دونك لدينا جي دو إكس، جي لي إكس كنا كتساوي التعبير ديالها هو ناقص 3 على 4 إكس، ناقص 3 على 4 إكس. إذن جي شنو غادي نكتبو في بلاصة إكس باش نتأكدو؟ غادي نكتبو هادي ناقص 20 إلى 3، دونك بلون مغاير غادي نكتبها ناقص 20 على 3 تساوي، كنعرفو التعبير ديال جي دو إكس، جي دو إكس قلنا هو ناقص 3 على 4 إكس، دونك غادي نكتب تساوي ناقص 3 على 4 في، ولكن مغاديش نكتبو إكس بطبيعة الحال، لأن قمنا بالتعويض ديال القيمة ديال إكس، إكس عوضناها بناقص 20 على 3، دونك غادي نكتب في ناقص 20 على 3 تساوي، دونك هاد الإشارة اللي كاينة هنا إشارة ناقص، كاينة واحد الخاصية أننا نقدرو نطبقوها دابا، هاد الناقص ممكن نزلها للمقام، دونك غادي نحيدها بالبسط، نكتبها في المقام،
لماذا؟ لكي يحصل انني احتازل، دونك ناقص 3 غادي نختزلها مع ناقص 3، دونك جو في باغي ناقص 3 تمشي مع ناقص 3، غتبقى لنا 20 على 4، دونك شحال كتساوي 20 على 4؟ طبيعة الحال هي 5. دونك ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ان فعلا الا قمنا بتعويض اكس بالقيمه ناقص 20 الى 3 سنحصل على 5. هذاك يعني ان صوره العدد ناقص 20 الى 3 بالداله جي تساوي 5، ولا العدد اللي الصوره ديالو كتساوي 5، العدد اللي الصوره ديالو كتساوي 5 هو ناقص 20 الى 3. غادي نهضروا الان على التمثيل المبياني لداله خطيه، دونك كيف نعبر عنها في التمثيل المبياني. دونك لاجل ذلك غادي نرسم واحد المعلم، دونك غادي ناخذوا معلم مثلا، طبيعه الحال المعلم غادي يكون متعامد، دونك هنا غتكون او، غادي تكون ان، هنا غادي تكون 2 3 4 5 ايتترا، دونك هنا غادي تكون 1، دونك هنا كتكون عاده كتكون اي، وهنا كتكون جي، دونك اي مرتبطه بالواحد وجي مرتبطه بالواحد، دونك 2 3 4 نفس الشيء، على اليسار ناقص 1 ناقص 2، في الاسفل ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 الى اخره. ناخذ واحد المثال ديال الداله، مثلا اف دو اكس كتبها هنا، اف دو اكس اللي كتساوي مثلا 2 اكس. دونك هنا معامل الداله الخطيه، معامل الداله هو ا كيساوي جوج. دونك يعطينا الى عطينا القيمه 0 الاكس، دونك غادي نلقاو اف دو 0، اف لي 0 تساوي 2 في 0 هي 0. يعطينا اف لي 1 نلقاو 2 في 1 هي 2. عطينا مثلا اف لي ناقص 1 نديرو 2 في ناقص 1 هي ناقص 2. عطينا اف لي ناقص 2 دونك 2 في ناقص 2 هي ناقص 4. درنا اف لي 2 غادي 2 في 2 هي 4 الى اخره. دونك الا بغينا نمثلوهم هنا على المحور الافقي محور الافاصيل غادي نمثلو الاعداد، دونك هنا كنمثلو مجموعات الانطلاق، وهنا غادي نمثلو الصور. دونك هنا كنديرو اكس، وهنا غادي نديرو اف دو اكس، يعني كل عدد غادي نربطوه بالصوره ديالو كيف ما درنا في المثال اللي انطلقنا منه في البدايه. كل عدد كنربطوه بالصوره ديالو، كل عدد من مجموعات الانطلاق كنربطوه بالصوره ديالو مجموعات الوصول. دونك هذه كنقول مجموعه ديال لي زيكس، وهذه مجموعه ديال الصور لي اف دو اكس. دونك كل عدد كتربطو بالصوره ديالو هي اف دو اكس. دونك هنا غادي نمثلو بعض الاعداد، فوالا. دونك مثلا قلنا اف لي 0 هي 0، دونك غتبقى نفسها اف دو 0 هي 0. الصوره ديال واحد هي 2، دونك العدد واحد غادي نربطوه 2، تجي هنا النقطه. الصوره ديال ناقص 1 نربطوه بناقص 2، ناقص 1 نربطوه بناقص 2، هنا غادي تجي النقطه. الصوره ديال ناقص 2 غادي نربطوها بناقص 4، دونك هنا خصني نطول، هذا غادي يتمدد. مستقيم غادي نمدوه هذا، دونك هنا كاينه ناقص 4، ناقص 4 هنا كاينه، ناقص 3 هنا، قلنا كاينه ناقص 2 هنا، ناقص 1. دونك قلنا ناقص 2 اف لي ناقص 2 تساوي ناقص 4، يعني ناقص 2 غادي نربطوها بناقص 4، ناقص 2 عفوا، ناقص 2 غادي نربطوها بناقص 4، غادي تجي هنا النقطة. مثلا اف لي 2 قلنا تساوي 4، دونك اف لي 2 غادي نربطوها مع 4، اف لي 2 مع 4. دونك هنا إلا حاولنا أن نربطوها بين النقط اللي حصلنا عليها، دونك كاينة هاد النقطة، كاينة هادي، كاينة النقطة أو اللي هي 0 0، كاينة هاد النقطة، ثم لحاولنا نربطو بيناتهم، عندنا ماذا سنحصل؟ لحاول تربط بيناتهم غادي نحصلو على مستقيم، هذا عبارة عن مستقيم، ونقدرو نبرهنو بلي أن النقاط مستقيمية بطبيعة الحال. مستقيم ماذا يمثل هذا المستقيم؟ يمثل تمثيل ديال الدالة اف، يعني ديك العلاقة اللي كتربط لي ما بين لي زيكس و لي زيف دو اكس، يعني الأعداد والصور ديالها، هي علاقة نعبر عنها بمستقيم. الملاحظة الأخرى هي أن هذا المستقيم يمر من أصل المعلم. دونك شنو كنقولو؟ كنقولو بلي أن التمثيل المبياني
التمثيل يعني نمتلنا ديك العلاقة في ميبيان، التمثيل الميبياني اللي دالة خطية، الدالة الخطية اللي كانت عندنا هي هذه الدالة الخطية، دالة خطية. تمثيلها الميبياني يعني في معلم متعامد، تمثيلها الميبياني هو عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم. دونك يا إما إذا كانت عندكم دالة خطية وقالوا لكم رسموها، دونك غادي تخرج لكم مستقيم يمر من أصل المعلم، وإذا كان عندكم واحد التمثيل ميبياني فيه واحد المستقيم يمر من أصل المعلم، دونك داك المستقيم على ما كيعبر على واحد الدالة اللي هي دالة خطية. غادي نشوفوا كيفاش نديروا القول المعامل ديال الدالة. دونك هنا غادي نديروا مثال آخر، تحديد معامل دالة خطية، تحديد معامل دالة خطية. كيف نحدد معامل دالة خطية؟ نفترضوا مثلا قالوا لكم باللي اف دالة خطية، المعلومة الأولى. المعلومة الثانية قالوا لكم باللي صورة مثلا اف لي ما مثلا مثال اف دو خمسة مثلا تساوي سبعة، يعني اف دالة خطية وإلا عطيتوها العدد خمسة هي غادي تعطيكم العدد سبعة. دونك إلا دخلتوا لها نتوما العدد خمسة ستحصلون على العدد سبعة. دونك كيف سنقوم بالإجابة على هذا السؤال، كيف سنحدد معامل الدالة الخطية؟ دونك هنا عطاوني مجوج ديال المعلومات، هاد المعلوماتين كافيين أننا نحددو الدالة. دونك إف دالة خطية، ما معنى دالة خطية؟ إف خطية يعني f تكتب على شكل f دو x تساوي a في x. a x هذا كنكتب الدالة الخطية بصفة عام. دونك هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية قالوا لي f لخمسة تساوي سبعة. دونك f لدينا f دو خمسة تساوي سبعة، يعني ما معنى f f لخمسة؟ هاد f لخمسة شنو كتعني؟ كتعني أنك إلا عوضت الدالة، إلا عودت في الدالة الخطية x بخمسة، على ماذا سنحصل؟ نقدر نرجعو هنا، إلا عودنا x بخمسة شنو غتولينا؟ تولينا f لخمسة تساوي a، هنا عندي x، دونك x عودتها بخمسة، دونك غتولي a في خمسة. دونك ما معنى a في خمسة؟ يعني هي خمسة a. دونك في بلاصة هاد f دو خمسة شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب خمسة a تساوي سبعة. أعيد، f دالة خطية ها شنو كتعني؟ كتعني أن f لو x تساوي a في x. دونك هاد الأ كيتسمى معامل دالة خطية، هذا هو اللي كنبحثو عليه، هذا هو اللي كنقلبو عليه، معامل كيتسمى معامل دالة خطية، المعامل. دونك كيفاش غادي نديرو نقلبو عليه؟ غادي نحاولو نستغلو المعطيات اللي عطاونا. عطاوني f دالة خطية، ها باش ترجمتها f دو x تساوي a x. عطاوني f لي خمسة تساوي سبعة، ها كيفاش ترجمتها؟ دونك f دو خمسة تساوي سبعة. دونك الى عوضنا x بخمسة، دونك f لي خمسة غتولي a في خمسة. دونك ما معنى a في خمسة؟ هي خمسة. هذا كيعني ان هاد الكتابة f لي خمسة تساوي سبعة ولات على هاد الشكل، يعني خمسة a تساوي سبعة. حنا علاش كنقلبو على a؟ يعني هاد خمسة خصنا نتخلصو منها. كيفاش نديرو نتخلصو منها؟ نضرب في المقلوب، نضرب هنا في واحد الى خمسة، نضرب هنا في واحد الى خمسة. دونك هنا اون فاسمبليفي، غادي نبسطو داك التعبير، شنو غتولي لنا؟ غتولي لنا ا تساوي الجهه الاخرى كانت عندي 5 في 1 على 7، عفوا 7 وي كانت عندنا 7 في 1 على 5. دونك غادي نكتبو 7 على 5، وبالتالي هادشي ساهل ما يخلعكمش. وبالتالي الداله كيفاش غتولي تكتب؟ كانت هكذا، كانت اف لي اكس تساوي ax، ولكن هذا الأداة بلقيت القيمة ديالو، شحال هي القيمة ديالو؟ هي 7 على 5. دونك غادي نكتب تساوي 7 على 5 x، يعني هذه دالة إلا نتوما عطيتوها واحد العدد x هي شنو غدير؟ غادي تشد داك العدد x وغادي تضربو في 7 على 5. إلا بغينا نتحققو مثلا عطيناها حنا 5 شحال تعطينا هي؟ شوفو واش فعلا تعطينا 7. إلا عطيناها 5 دونك هنا غادي نولي نكتب f لي 5 من اجل التحقق فقط، اف لي 5 غتولي 7 على 5. دونك هنا كانت عندي اف لي اكس تساوي 7 على 5 اكس، ولكن اكس في المكان ديالو درت 5، دونك انا غادي ندير 5. دونك هنا سنختزل 5 ب 5 تبقى لنا طبيعه الحال 7.
دونك بصفه عامه الا كانت عندكم داله اف دو اكس تساوي ا اكس، كيفاش كنديروا نحددوا اكس؟ كيف نقوم بتحديد اكس؟ عفوا كيف نقوم بتحديد ا معامل الداله الخطيه؟ اف دو ا يساوي اف دو تي على تي، هاد التي نتوما تختاروه تي على حسب التمرين ولا على حسب المعطيات. دونك هاد العدد تي، هاد العدد تي هذا يمثل عدد حقيقي، تي هو عدد حقيقي غير منعدي. مثلا في المثال السابق ا كيفاش نديرو نلقاوه؟ اف دو ا عفوا ا، دونك ا في المثال السابق كان ممكن ان نديرو اف لي 5 على 5، اف دي 5 على 5 يعني اف لو تي، اف دو تي سور تي، اف لي تي على تي. دونك اف لي 5 كنعطيوها لنا، اف لي 5 شحال قالوا لنا كتساوي؟ نرجعوا هاد ها هي اف لي 5 كتساوي 7. دونك الا درنا هاد العلاقه هادي، دونك اف لي 5 على 5 يعني 7 على 5. غادي نلقاو ا بطريقه سهله. دونك هنا لقينا الويلا، وي ها هو لقينا 7 على 5. دونك الا طبقنا الطريقه ولا العلاقه مباشره كيف نحصل على معامل الداله الخطيه؟ يكفي اننا ناخذ الصوره ديال واحد العدد تي غير منعدم ونقسمه على هذاك العدد غير منعدم، اف لي تي على تي، العدد اللي مكتوب هنا هو اللي نكتبوه هنا، فقط خصو يكون غير منعدم. بحال هنا مثلا درنا ا تساوي اف لي 5 على 5. غادي نشوفوا بعض الخاصيات. دونك الا كانت داله خطيه، الا كانت اف داله خطيه، غادي نشوفوا باللي اف لي اكس زائد اف لي ايغريك تساوي اف لي اكس وي. دونك هنا عندنا اف لي اكس زائد ايغريك، صوره المجموع اف بين قوسين اكس زائد ايغريك ماذا تساوي؟ غادي نبينوا بلي انها تساوي اف دي اكس زائد اف لي ايغريك. دونك هذا سؤال مهم، غادي نشوفوا علاش عندنا التساوي. دونك ناخذ اف داله خطيه. دونك اف داله خطيه ماذا يعني؟ اف داله خطيه يعني كاين واحد العدد حقيقي بحيث ان اف لي اكس يساوي ا اكس. دونك هذه هي المعنى ديال اف داله خطيه. دونك غادي نحسبوا اف لي اكس زائد ايغريك. ما معنى اف لي اكس زائد ايغريك تساوي؟ دونك اف لي اكس زائد ايغريك، دونك غادي تشوفوا على اساس ان هذا كامل بحال اكس. دونك حنا غادي نعطيوها هذه القيمه، هذه نعطيوها اكس زائد ايغريك، يعني بحال نعطيوها اكس كبيره. هي شنو كدير الداله الخطيه ملي كنعطيوها هنا اكس؟ هي كتاخذ داك العدد اللي عطيناها لك وتضربه في ا. دونك هادشي اللي غادي نديرو حنايا. دونك ماذا تساوي؟ تساوي داك العدد اللي غادي نعطيوها لها اللي هو اكس زائد ايغريك، فاش غادي تضربو هي هذا العدد اللي تضربو في ا. دونك هنا غادي دير دونك هذا هو اكس ديالنا دابا، هذا هو غرونت اكس. حنا عندنا هنايا اف لي اكس صغيره تساوي ا في اكس صغيره. دونك الا بدلنا هاد اكس صغيره باكس كبيره دونك غتولي اف لي اكس كبيره تساوي ا في اكس كبيره، ولكن ماذا تمثل اكس كبيره بالنسبه لنا؟ تمثل اكس صغيره زائد ايغريك صغيره. دونك هنا نعرفوا نديروا النشر. دونك هاد اكس غادي نمسحو، هادي هذا غير لاجل الشرح فقط. دونك هنا غنديرو عملية ديال النشر توزيعية، توزيعية الضرب على المجموع ولا على الجمع. دونك أ في إكس غتعطينا أ إكس زائد أ في إيكغيك غادي تعطينا أ إيكغيك. دونك شكون هي هاد أ إكس؟ أ إكس هي هادي، هاهي إف دو إكس. دونك غادي نكتب في بلاصتها، غادي نكتب تساوي إف لي إكس زائد شكون هي هاد أ إيكغيك؟ أ إيكغيك. دونك الى عطينا هنا اكس بلاصه غادي نديرو ايغريك، الى عوضنا اكس بايغريك شنو غتولي؟ تولي لنا اف لي ايغريك تساوي ا ايغريك. دونك هاد ا ايغريك شنو نكتب في المكان ديالها؟ غادي نكتبو بطبيعه الحال اف لي ايغريك. دونك هادشي اللي كنا كنبحثو على اننا نبينو هاد العلاقه اف لي اكس زائد ايغريك، يعني صوره المجموع اكس زائد ايغريك تساوي مجموع صورتين
صورة المجموع بدالة خطية، صورة المجموع بدالة خطية تساوي مجموع الصورتين بهذه الدالة الخطية. f ل x زائد y تساوي f ل x زائد f ل y. غادي نقول لكم فاش كينفعنا هذا الشيء. هذا ناخذ مثال عاد نكملوا، لان خاصيه اخرى غادي نبرهنوا عليها. افترضوا مثلا عطاوكم واحد الداله خطيه، نعطيو مثال مضبوط. دونك غادي نعطيو داله خطيه f ل x مثلا تساوي مثلا 7 x. مثلا قال لك احسب f ل 5 و f مثلا ل 4. غادي نحسبوه، غادي f ل 5 شنو غتعطينا الجواب؟ f ل 5 غادي نديرو 7 في 5 غتعطينا 35، و غادي نحسبو f ل 4 تساوي 7 في 4 تعطينا 28. مفهومة؟ نعاود، غادي خدينا مثال، هذا هو المثال، دالة خطية، دالة خطية، هنا المعامل ديالها كم يساوي هذه الدالة الخطية معاملها؟ يساوي 7. دونك احسب f ل 5، دونك إلا عطيناها حنا 5 غادي تضربها هي في 7 تعطيها 35، إلا عطيناها 4 ديك 4 تضربها في 7 تعطيها 28. دابا قال لك استنتج f ل 9، استنتج، دونك ديجا كاينة وحدة، استنتج f ل 9، f 9 تساوي ماذا؟ دونك هنا عندنا f ل 9 بلا ما نوليو نحسبوها، حنا عارفين 9 f ل 9 شحال غادي تساوي؟ إلا عطينا الإكس في مكان الإكس 9 f ل 9 غادي تولي 7 في 9 هي 63، ولكن قالك استنتج، ما قالكش احسب، استنتج. دونك هنا عندنا f ل 9 حسب الخاصية اللي درنا قبيلة، دونك f ل 9 ماذا تساوي؟ تساوي f ل 5 زائد 4، دونك هاد 9 اللي كاينة هنا هي هادي 5 زائد 4. استعمال العلاقة السابقة اللي برهنا عليها، هادي هاد العلاقة هادي، قلنا بلي f ل x زائد y، f ل x زائد y تساوي f ل x زائد f ل y، دونك غادي نطبقوها. دونك هنا شكون اللي كيلعب الدور ديال x وشكون اللي كيلعب الدور ديال y؟ دونك 5 كتلعب الدور ديال x و 4 كتلعب الدور ديال y. دونك ماذا سنكتب؟ سنكتب f ل 5 زائد f ل 4. دونك f ل 5 ديجا حسبناها، f ل 5 لقيناها هي 35، غادي نكتب بلاصتها 35، زائد f ل 4 حتى هي ديجا حسبناها هي 28، غادي نكتب بلاصتها 28، دونك غادي نجمعو. دونك هنا الوحدات مع الوحدات، 8 زائد 5 هي 13، كتبو 3 واحتفظو بالواحد، 3 زائد 2 هي 5 والاحتفاظ 6. دونك النتيجة غادي نلقاو أن f ل 9 تساوي 63. دونك هنا هناك طريقتين لحساب f ل 9، إما نحسبها بطريقة مباشرة، إذا درنا f ل 9 تعطينا 7 في 9 اللي هي 63، ولا نطبقو هاد العلاقة هادي، العلاقة هادي f ل x زائد y تساوي f ل x زائد f ل y، وكذلك نحصلو على نفس النتيجة. عندنا علاقة أخرى سنقوم بالبرهنة عليها، دونك إلا كانت عندنا f ل مثلا الفا اكس، الفا اكس غادي نبينو بلي انها تساوي الفا في اف لي اكس، الا كانت اف دالة طبيعة الحال اف دالة خطية. دونك هنا عندنا علاقة اخرى سنقوم بالبرهنة عليها، يعني لاحظوا هنا هاد الفا هذا اللي نضرب فيه اكس، الفا اكس دونك هذا معامل ديال اكس، دونك هاد الفا خرج على برا، غادي نشوفو علاش مبقاش لداخل. اف لي اكس f ل الفا اكس تساوي الفا في f ل اكس، غنحاولوا نبرهنوا عليها. دونك ناخذوا f دالة خطية، f دالة خطية، الخاصية جد مهمة بالنسبة للدالة الخطية. f دالة خطية يعني انه يوجد واحد العدد حقيقي a، بحيث ان f ل اكس تساوي ax، هذا هو التعبير ديال دالة خطية. دونك f لالفا اكس، f لالفا اكس تساوي، دونك حنا كنعرفو بلي ان الداله الا عطيناها اكس ماذا ستفعل؟ كتشد داك العدد اكس وكتضربو في a. دابا ما غاديش نعطيوها اكس، غادي نعطيوها الفا اكس، دونك الا عطيناها حنا الفا اكس هي غادي دير نفس العمليه، هي العمليه اللي كتقوم بها انها كتضرب a في داك العدد اللي كنعطيوه لها. حنا بالنسبه لينا العدد اللي عطيناه لها هو
الفا اكس. دونك هذا بالنسبه لكم تقدروا تسميوه مثلا اكس كبيره هنا وهنا اكس كبير. دونك عاود نعاود الا عطيناها حنا اكس هي كتعطيني ا في اكس. دونك الا عطيتها اكس كبيره غادي دير ا في اكس كبيره. دونك ماذا تمثل اكس كبيره؟ اكس كبيره هي الفا اكس صغير. دونك هنا ماذا سنفعل؟ غادي نحيد هذاك الشيء اللي زدته من اجل الشرح فقط. ماذا سيمكننا ان نفعل؟ دونك هنا نستعملوا بعض الخاصيات اللي كنعرفوهم، خاصيه ديال الضرب، خاصيه ديال الجداء. بين الخاصيات اللي ممكن اننا نستعملو هناك الخاصيه ديال التجميعيه. دونك هنا لاحظوا عندي الفا، عندي ا في بين قوسين الفا اكس. دونك المكان ديال الاقواس ممكن اننا نغيره. دونك شنو غادي تولي الا غيرت المكان ديال الاقواس؟ غادي تولي بين قوسين ا في الفا في اكس. دونك هذه الخاصيه كتسمى خاصيه التجميعيه. ممكن اننا نستعملو هنا خاصيه التبادليه. هنا نستعملو الخاصيه ديال التبادليه. دونك غادي تولي لنا الفا في ا بين قوسين في اكس. نوليو نستعملو التجميعيه مره اخرى، غادي نخليو الفا بين قوسين ا اكس. اعيد ا في بين قوسين الفا اكس. دونك هنا بدلت المكان ديال التواجد ديال الاقواس. الاقواس كانت هنا ما بين الحد بين العامل الثاني عفوا والعامل الثالث. هنا كاين ثلاثه ديال العوامل، العامل الاول، العامل الثاني، العامل الثالث. كانت الاقواس بين العامل الثاني والثالث كتجمعهم بجوج، رديتها ما بين الاقواس، رديتهم ما بين العامل الاول والعامل الثاني. هذه الخاصيه كتسمى التجميعيه. هنا استعملت التبادليه، ا في الفا هي الفا في ا. خلينا المكان ديال الاقواس ما غيرناش، سمينا غير في التبادليه فقط. دونك الفا في ا، عادوا سدينا الاقواس ودرنا في اكس. دونك هنا غادي نوليو نستعملوا التجميعيه مره اخرى. الاقواس كانت ما بين العامل الاول والثاني، رديناها ما بين العامل الثاني والثالث كما كتلاحظوا هنا. دونك هنا ولات عندنا الفا في ا اكس. ولكن شكون هي هاد ا اكس؟ ا اكس الى رجعنا للداله ديالنا، ا اكس هي اف لي اكس. دونك هاد الكتابه ما غاديش تبقى بحال هكذا، غادي نحاول نبدلها. دونك غادي نكمل. دونك لقينا بلي اف لي الفا اكس تساوي، نعاود لاحظوا هنا اف لي الفا اكس تساوي هاد التعبير اللي كيساوي هذا، اللي كيساوي هذا كذلك. هنا لقينا الفا في ا اكس، الفا في ا اكس. قلنا هاد ا اكس شكون هي؟ هاد ا اكس هي اف لي اكس. دونك غادي نكتبها في بلاصتها. دونك تساوي الفا في اف لي اكس. فوالا، حنا بينا واحد العلاقه، علاقة ثانية اللي كتميز بها الدالة الخطية. نشوفوا الاستفادة اللي غادي نستافدوها من هذه العلاقة كذلك. كما شفنا في المثال السابق، ناخذ مثال آخر. دونك نعتبر مثلا واحد الدالة F دالة خطية، حيث إن مثلا F لي مثلا خمسة تساوي ناقص مثلا ثلاثة. هذا غير مثال. السؤال هو احسب مثلا اف لي، ما عرفتش انا، اف لي ناقص مثلا سبعة. كيف سنقوم بحساب اف لي ناقص سبعة؟ دونك طبيعة الحال غادي نستعمل الخاصية السابقة. وي دونك نحسب، قلنا اف لي ناقص 7. دونك ماذا تساوي اف لي ناقص 7؟ اف لي ناقص 7 تساوي اف. دونك هذيك ناقص 7، هاد ناقص 7 كيف يمكننا التعبير عنها؟ بطبيعة الحال نقدروا نكتبوها ناقص 7 على 5 في 5. لماذا؟ دونك لان ناقص 7 على 5، دونك بعد الاختزال بطبيعة الحال ب 5 غادي نحصلوا على ناقص 7. دونك بحال اللي ما درنا بهذه المرحله، هذه المرحله بحال اللي ما درنا حتى شي حاجه. دونك هنا ضربت في 7، ضربت في 5 عفوا وقسمت على 5، ضربت في 5 وقسمت على 5 بحال اللي ما درت والو. ولكن انا درت واحد العمليه اللي هي جد مهمه. العمليه اللي درتها هي هذه اف لي، اف لي الفا اكس. دونك هنا غادي نحاول انني نطبقها. شكون اللي كيلعب الدور ديال الفا؟ هو هذا، هذا غادي يلعب الدور ديال الفا، وهذا غادي يلعب الدور ديال اكس. دونك شنو غتولي لنا؟ غادي تولي لنا الفا تخرج كما هنا درنا في الخاصيه اف لي الفا اكس، عطاتني الفا في اف لي اكس. دونك هاد ناقص 7 على 5 غادي تخرج ناقص 7 على 5، غادي تبقى لي في اف لي 5. ولكن حنا كنعرفوا اف لي 5 ماذا تساوي. اف لي 5 عطاوها لي في المعطيات. دونك اف لي 5 تساوي ناقص 3. دونك غادي نكتب تساوي ناقص 7 على 5 في
ناقص 3، حقاش هما عطاوني هاد المعلومة هادي، هاد اف لي 5 تساوي ناقص 3، هما قالوها لي في المعطيات، قالك اف لي 5 تساوي ناقص 3. دونك غادي نعوض، قلنا دونك شنو غتولي؟ سالب في عدد سالب تعطيني موجب، دونك 7 الى ضربناها في 3 تعطينا نتيجة 21 على 5. دونك النتيجة اف لي ناقص 7، يعني صورة العدد ناقص 7 بهذه الدالة هو العدد 21 على 5. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة للدالة الخطية. دونك في الحصة المقبلة ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا الدوال التآلفية، غادي نهضروا على الدالة التآلفية. دونك الدالة التآلفية هي حتى هي دالة اللي ماشي صعيبة بحالها، تقريبا كنتعاملوا معها بحال نفس الطريقة اللي كنتعاملوا مع الدالة الخطية. دونك نفس الخاصيات غادي تقريبا غادي يكونوا نفس الأسئلة. دونك غادي نحاول في الفيديو السابق الفيديو المقبل ان شاء الله عفوا اننا نتطرق فقط للداله الخطيه، ومن بعد نديروا بعض التمارين. هناك تمارين تطبيقيه وهناك تمارين توليفيه. دونك غادي ننتقلوا من السهل الى الصعب، وغادي نحاولوا كذلك ندرجوا بعض الاسئله اللي كتطرح في امتحانات الجهويه اللي طبيعه الحال انتم مقبلون عليها.